يا شريهان المتزوجة من واحد يكبرها وخايفة انها تكمل معاه ومش راضي يصرف. يا شريهان هقول لحضرتك، اذا الامر وصل انك بتعامليه بالحسنى، وصلتي اهل الخير في الامر ده وهو مصر على الحال اللي هو عليه، ترفعي امرك للقاضي بالنفقه، طلب ترفعي قضيه نفقه عشان ينفق عليكم. مساله اكمل مش اكمل، التقدير ده عائد لحضرتك بدراسه الموازنه بين المصالح والمفاسد، ولما اخد قراري ده المقالات بتاعتي هتنتهي الى ايه، عشان ما وديش نفسي واسرتي الى الهلاك. لازم الانسان يعقل هذا الامر في مبدأه وما يقول اليه قدر الاستطاعه بالتفكير وسؤال الله سبحانه وتعالى العون.